يسأل شيخ هذا عن حكم التعلق بالأسباب وهل ينافي التوكل؟ التعلق بالأسباب شرك، التعلق بالأسباب شرك، والتعلق بالتوكل وترك الأسباب نقص في الشريعة. نعم، فلا بد من الجمع بين الأمرين، الأخذ بالأسباب النافعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يتوكل على الله ويترك الأسباب، لأن الله ينهى عن ذلك، قال جل وعلا: وخذوا حذركم. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين، وكان يأخذ بالأسباب عليه الصلاة والسلام، فلا يقتصر على التوكل ولا يقتصر على الأسباب، بل يجمع بينهما. هذا هو المشروع للمسلم. نعم.